سارة، نحن الآن موضوعنا رياضي ولكن عن الرياضات الميكانيكية ضمن برنامج تمكين الفتيات في قيادة الدراجات النارية باحتراف في حلبات السباق من خلال مبادرة بدنياكي. تمكنت الشابة ياسمين قدورة من تسجيل حضور لافت، لا سيما وأنها أصبحت أول فتاة أردنية تقود دراجة نارية في الحلبات. ياسمين معنا اليوم لتخبرنا عن عشقها للمغامرة، التحديات التي واجهتها والطموحات التي تسعى إليها. وياسمين تنضم إلينا مباشرة من عمان. صباح النور ياسمين. صباح النور، كيفكم؟ أهلا وسهلا، نحن بخير وإن شاء الله أنت تكون بخير، وشكرا، سعدنا بوجودك اليوم معنا. أنت يعني نتحدث اليوم عن أول تقريبا يعني شابة تقود دراجة نارية في حلبات السباق. أن نكون أول من يقوم بعمل ما أو إنجاز معين يجعلنا دائما محط أنظار الكثيرين، ويجعل أيضا محط مقارنة مع كل من سيكمل المشوار فيما بعد. أخبرينا عن شعورك في هذا الإطار قبل أن نبدأ الغوص في أكثر التفاصيل حول الرياضة اللي تمارسها ياسمين. هو شعور جدا رائع، بحفزني انه اشتغل اكثر على حالي، اطمح اكثر، ما اوقف وين ما انا. وبالنسبه لاندفاعي لحب هذه الرياضه هو حبي للمغامره والتحدي، وخاصه كسر ثقافه العيب عندنا في المجتمع العربي، وعشان نرجي انه الفتيات قادرين على انجاز اي شيء، وبالذات في الرياضه قادرين على اثبات نفسهم فيها. نحن بصراحه في دولنا العربيه نعتبر بعاد نوعا ما عن الرياضات الميكانيكيه، عن سباقات الدراجات الناريه او الفورمولا 1 او سباقات السيارات اللي فقط مقتصره في بعض دول الخليج على الرالي. ما الذي دفعك تحديدا الى هذا النوع من الرياضه؟ ركوب الدراجات الناريه فيها عدد كبير من المخاطر، وهنا نتكلم عن المخاطر الجسديه تحديدا. طبعا هي تعتبر من أخطر الرياضات، ولكن أي نوع رياضة فيها مخاطر لا تخلو يعني. بس طبعا حب، زي ما قلت لك، حب المغامرة والتحدي خلاني أندفع لهذا الإشي. يعني ذكرت نقطة مهمة ياسمين، وهو كسر نظرية العيب أو كسر الصورة النمطية عن أنه يمكن الفتيات لا يقمن بهذه الرياضات خاصة في مجتمعاتنا العربية. هل تعتبر أنه أنت تخطيت كل هذه الحواجز، وخاصة من سندك في تخطي كل هذه الحواجز؟ نعم، عم نتخطى، خلينا نحكي بهيك مجتمع، لكن الدعم والمساندة إجت من عائلتي أول شيء، ما اعترضوا على أي قرار أنا أخذته حتى لو كان خطير. وطبعا مبادرة بدنا اياك هي اللي فتحت لي هذا الباب اني افوت مجال قيادة الدراجة داخل الحلبة باحتراف، والعائلة مبادرة بدنا اياك هي اللي دعمتني وعم بيشجعوني زيادة، فيعني ان شاء الله للمقدمة اكثر. يلا نحن نتمنى لك كل التوفيق، وخلينا نحكي اكثر رياضيا الان. ما هي المسابقات التي تسعى ياسمين للمشاركة فيها، ولما لا حتى للفوز بمراتب عالية في هذه الرياضة تحديدا؟ بسعى اني اوصل للعالمية، سباقات العالمية اللي عم بتصير عنا، فهينا عم نشتغل، نحن في اول طريق الاحترافية، وان شاء الله رح احترف زيادة ونوصل للسباقات العالمية يلي عم بطمح لها. سؤال يمكن اعتقد انه عدد من المشاهدين دائما يكون يخطر على بالهم مثل هذا السؤال، هل القيام بهذه الرياضه تحديدا كم يتطلب تدريب، خاصه دعينا نقول ليس التدريب على الدراجه فعليا، ولكن كم يتطلب تدريب ذهني ايضا؟ زي ما قلت، مش زي التدريب على الدراجه، بده احترافيه اكثر، بده تركيز اكثر، بده سيفتي اكثر، والمتابعه يعني خلينا نحكي يوميا، او يعني كل ما الواحد يقدر يضله يشتغل على حاله، ما يوقف وبعدين يرجع يشتغل، بدها شغل كثير. يلا كل التوفيق ان شاء الله ياسمين، واحنا نحبوا منك انت رساله لتشجيع كل الفتيات العربيات عموما والاردنيات خصوصا على خوض تجارب مماثله لتجربتك انت. ما هي الرساله اللي توجههم لها
توجهها لهم ياسمين؟ بحكي لهم انه هن قادرين يعملوا اي شيء بحبوه، لا يستنوا الفرصه تيجي لهم، هن يسعوا يقوموا يسعوا يدوروا على الفرصه ويضلوا مأمنين بحالهم انه قادرين يثبتوا حالهم باي نوع رياضه. ومجتمع ثقافه مجتمع اللاعب ما عم نعمل شيء خطا، فبقدروا يكسروها ويسعوا الها، ما يخافوا من اي شيء. عندك تدريب اليوم ياسمين؟ نعم نعم، بعد المقابلة. يلا إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. إيه سؤال اللي ما ليه المنتجة الحلقة تطرح عليها أيضا سؤال، تقول نظرة الشباب تختلف عن نظرة الشابات ليك ياسمين؟ يعني في ناس تختلف، وفي ناس شباب صراحة كانوا يشجعوني كتير، يعني دعموني وخلوني الحافز أكثر إني أثبت حالي بالحلبة بالذات. فيعني خلينا نحكي في ناس هيك في ناس هيك. يلا على كل حال نحن نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله في المقابلة القادمة معنا تكون نتحدث على مشاركة في دورة عالمية، ولما لا حتى الفوز بلقب عالمي. كل التوفيق لك الشابة الرياضية ياسمين قدورة، كنت معنا مباشرة من الأردن، شكرا لك. شكرا كثير، شكرا شكرا ياسمين. مشاهدينا